بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة مع كتاب جديد. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. انطلاقا من هذا الحديث الشريف الذي يفرض علينا معرفة إمام زماننا حق المعرفة، المعرفة التي تبتعد عن اختلاق الأساطير والأحاديث المزيفة، لأن الموضوع غاية في الأهمية. وهنا يبرز دور العلماء العاملين لما يشكلونه من امتداد لخط النبوة في تعريف الناس، ليس فقط مسائل الحلال والحرام، بل أيضا في تعريفهم بإمام زمانهم الإمام المفترض الطاعة وإنقاذهم من الجاهلية. ولهذا سادتي المشاهدين، يتصدى المرجع الديني الكبير سماحة السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله الشريف إلى حمل هذه المسؤولية الجسيمة في عرض رؤيته فيما يخص السيرة المهدوية الشريفة وتنقيتها من الأحاديث المغلوطة والمدسوسة، والتي تهدف إلى تشويش معرفة الناس بإمام زمانهم الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولأن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف رحمة كجده المصطفى صلى الله عليه وآله، كان هذا الكتاب عبير الرحمة. فعن أهمية هذا الكتاب يحدثنا الدكتور الأديب حسن جعفر نور الدين. عبير الرحمة، سيرة الإمام الحجة المنتظر عليه الصلاة والسلام، يعبر العنوان عن محتواه، فهو عدا عن جمال لفظه جمال معناه، وهو وكأنك تشعر أن مسك الجنة وعطرها يفوح في أفئدة المؤمنين الخاشعين، وهو يختصر عالما بأسره، يعبر عن رحمة الله تعالى بعباده وحب محبته لهم ورأفته بهم. كتاب شامل يتحدث عن الروايات المختلفة المتنوعة التي رافقت الإمام، الحديث عن الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام. كتاب جميل وموحي، لأنه يكشف الأمر عن سيرة الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينتظره الجميع ويريدون أن يعرفوا، أو هم متحمسون وشغفون بالحديث عنه ومعرفة أموره الغيبية وما سيجد على هذا المجتمع منه في المرحلة القادمة أثناء خروجه عليه الصلاة والسلام. كتاب عبير الرحمة سادة المشاهدين مجموعة قيمة من المحاضرات التي تتناول جانبا من سيرة مولانا الأعظم الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف لسماحة المرجع الديني الكبير السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله الوارف، وقد ألقاها في مناسبات مختلفة، ملفتا النظر إلى الروايات التاريخية المدسوسة وتمحيص أسانيدها وبيان سقمها، ليخرج بتحليل علمي دقيق مفاده عدم صحة هذه الروايات. ومن هنا سادة المشاهدين، نتوجه بالشكر الجزيل إلى مؤسسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الثقافية، التي قامت بنشر وتوزيع هذه البحوث العلمية عبر دار العلوم للنشر والتوزيع في طبعة ثانية منقحة في العام 1435 هجرية 2014 ميلادية. ف
فماذا عن مضمون هذا الكتاب القيم عبير الرحمة والدكتور حسن جعفر نور الدين؟ هذا المضمون هو سبيكة ذهبية ينشرها المؤلف آية الله سيد محمد صارخ الشيرازي على إلى عشاق وإلى العشاق والمؤمنين والمنتظرين ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، وهو يذكر الأحاديث المختلفة حول الإمام المهدي والروايات المتنوعة التي ذكرته وتحدثت عنه بالتفصيل. وهذه الروايات هي ذات شقين، روايات موضوعة مختلقة وروايات سليمة وصحيحة، وهو يذكر الروايات الموضوعة المختلفة ويرد عليها ويحاول أن يكشف الضعف الوارد فيها. وكما نعلم أن الروايات أو الأحاديث تخضع لجملة أشياء، منها من الأحاديث الضعيفة والحديث الحسن والحديث المثبت. هذا في الأحاديث النبوية، كذلك في الأحاديث التي تختص بالإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام. فمن هنا تناول السيد هذه الأحاديث الموضوعة حول الإمام المهدي والروايات التي ذكرته وتحدثت عنه بأسلوب العالم العارف الدقيق، يعني هو تمحص كثيرا ودقق في كيفية الاستدلال في هذه الأحاديث المختلفة عن وضع الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام، ليحسن الفصل بين هذه الروايات الموضوعة وغير صحيحة وبين الروايات الصحيحة والجديرة بالاهتمام والتي يمكن أن نأخذ بها ونعتبرها هي الفصل في معرفة الحقيقة عن الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد أن يلحظ برأيه هذه الحديث الموضوعة ويرد عليها، ينتقل إلى الروايات الصحيحة ويذكرها ويتحدث عنها وعن أهميتها، ويشير إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة المثبتة هي التي يجب أن نأخذ بها ونعتمدها في حديثنا وفي معرفتنا لمسيرة الإمام المنتظر الحالية وفي مسيرته القادمة بعد ظهوره عليه الصلاة والسلام. فإذن ينتقل إلى الروايات الصحيحة مشيرا إلى كل منها إلى بأسانيدها ودلالاتها، ويعمد إلى الحديث عن حياة الإمام المنتظر. هذه الأحاديث يعني تتحدث عن حياة الإمام المنتظر فيما بعد ظهوره إلى الناس. بعد ذلك ينتقل إلى الحديث عن أسلوب الإمام في حال خروجه، وبعد خروجه هو سيكون زعيم العالم أجمع، هو الإمام المنتظر الذي سيحيط العالم برأفته، بتوجيهاته، بإدارته، بأسلوبه في الإدارة وفي القضاء وفي التعامل مع الناس وفي إدارة المجتمع الإسلامي بعد الظهور. كيف سيتصدى الإمام المنتظر للمجتمع الإسلامي بعد الظهور؟ من خلال عدة مضامين متعددة، منها تعامله في الإدارة أو آراؤه في الإدارة، أسلوبه في الإدارة، أسلوبه في القضاء، أسلوبه في التعامل الاجتماعي. وهنا ممكن أن نذكر أن قضايا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ثمة من يرى أنه سيقضي بين الناس في القضاء، هنا دور الإمام المنتظر في القضاء وفي الحكم بين الناس في أمورهم وقضاياهم، يرى بأنه سيقضي بين الناس دون حاجة إلى شهود وبينات، وهذا أمر يعني يعطي للإمام المنتظر هذه العظمة عند الله سبحانه وتعالى، بأنه يستطيع هو أن يعرف الحقيقة المطلقة دون أن يلجأ إلى شهود وإلى إثباتات وإلى أشخاص آخرين يحددون له الحقيقة أو غير الحقيقة. فهو دون شهود وبينات يعرف الحقيقة ويقضي من خلالها. سيكون دليله
هذا ما هو دليله إذا كان لا يعتمد الشهود والبينات؟ دليله ما ألهمه الله سبحانه وتعالى من علم الغيب وفي معرفة الغامض من الأمور، معرفة الحقائق الغامضة والغير معروفة للناس المستورة والتي لا تظهر إلا عليه إلا إليه وعليه عليه الصلاة والسلام. فإذن دليله ما ألهمه الله من علم الغيب، مستندين إلى بعض الأحاديث التي رواها الأئمة عليه الصلاة والسلام، الصالح والباقر والإمام علي عليه السلام كذلك، إلى بعض الأحاديث كان يردد: أقضي بينكم بالبينات وبالإيمان، وهذا أفضل القضاء. وعن الصادق الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى إثبات. فأسلوبه في القضاء أسلوب جديد وأسلوب باهر، وفيه نوع من العمل الجبار والتدخل الإلهي في عمله وفيما يقوم به، وهذا ما ميزه عن الآخرين، وهذا ما طبع الحياة الجديدة القادمة التي سيقدم عليها بعد ظهوره. ثاني أسلوبه في الإدارة. إذا كان أسلوبه في القضاء على هذا الشكل، على هذا المنحة، فكيف سيكون أسلوبه في الإدارة؟ وأسلوبه في الإدارة يعني عملية تنظيم المجتمع الإسلامي إداريا، من حيث علاقة الإمام بالمجتمع، علاقة المجتمع فيما ما بينه وبين الأفراد، العلاقات تنظيم أمور المجتمع المختلفة الحياتية والاجتماعية والسياسية، هذه من خصوصيات الإمام المهدي. أسلوبه بالإدارة من خصوصيات الإمام المهدي أنه ينجح في الإمساك بالسلطة السياسية على العالم كله، وهذا ما يؤكد لنا بأنه بعد ظهور المهدي عليه الصلاة والسلام لا تبقى سلطة على الأرض إلا سلطته، فيهيمن على المجتمع البشري ككل ليقوده من الضلال إلى النور ومن العتمة إلى الضوء. هذا هو دوره فيه. فإذا ينجح في الإمساك بالسلطة السياسية على العالم كله. المهدي جواد بالمال، رحيم بالمساكين، شديد على العمال الذين يخونون عملهم أحيانا، الذين يتخلفون عن العمل، شديد من حيث أنهم من حيث ضرورة القيام بالعمل الجيد والمفيد والذي يكسب المجتمع فوائد جمة. فمن خلال دوره الإداري يحاول أن ينظم، وأنه سينظم المجتمع الإسلامي وفق مناهج إدارية دينية مثبتة، يرجع بأمورها، يقوم بها بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهذا يفضي إلى الحديث عن علاقة بين الإمام وبين عماله. كيف يبين أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام نوع العلاقة في حديث له، نوع العلاقة بين الإمام المهدي وبين عماله؟ كيف يعامل الإمام المهدي عماله القريبين منه أو الذين يعينهم؟ يقول بأن هذه العلاقة هي شبه بعهد ثنائي، وكأنه في عقد مبرم بينهما بأن يقوم كل منهما بدوره وبوظيفته على أكمل وجه، وتقديم الحقوق الكاملة للعمال. وهذا هو الدليل، هذا العهد الثنائي بين الإمام وبين عماله، وأنه عند ظهوره سيمتحن ثلاث مرات ليتبين له صدق طاعته. لا يأخذ الأمور على عوهنها ولا يكتفي بالمرة الأولى من العمل أو من الحديث عن عماله، وإنما سيحاول أن يعود مرة وثانية وثالثة مرة
ليتفحص صدق ما قالوه أو صدق ما يقومون به. ويقول لهم عندما يخرجون معه إلى الصفا: أنا معكم. بعد أن يتأكد من صلاحيتهم وبعد أن يثق بهم ويتأكد من نواياهم السليمة يقول لهم: أنا معكم، لا تولوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا محرما ولا تأتوا بفاحشة، أو لا تقتلوا محرما ولا تأتوا بفاحشة ولا تكنزوا ذهبا ولا فضة ولا تبرا ولا شعيرا ولا تأكلوا مال اليتيم ولا تشربوا مسكرا. وهذه وصايا، إذا مثالة وصايا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام للعمال ولمختلف المجتمع البشري الذي سينضوي تحت عباءته أو تحت سلطته في بعد خروجه إلى العلن أمام الناس. ما هي مسؤوليتنا نحن في عصر الغيبة؟ في عصر الغيبة طالما الإمام المهدي غير موجود، مختفي عن الأنظار، غير بين، ما هي المسؤولية التي تقع علينا نحن؟ ما هي الواجبات التي يجب أن نقوم بها لمواجهة أو لمرحلة الانتظار هذه؟ أهم وسيلة للتقرب من المهدي في حال غيابه هو القيام بالواجبات الكاملة، الواجبات الدينية القائمة بالصلاة والصوم والزكاة والحج وإلى ما هنالك، الواجبات الأخلاقية من حيث التعامل مع الذات والتعامل مع الآخرين، الواجبات الإنسانية في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، الواجبات والواجبات الإنسان في عمله وفي تعليمه وفي تعلمه، حظ على العمل المستقيم والسليم وعلى التعليم، الواجبات المترتبة والمحرمات، هذا بالنسبة للواجبات الملقاة على عاتق هذا الإنسان. أما المحرمات التي يجب أن يبتعد عنها في غيبة الإمام المنتظر، أن يحول ما يحول وما يحول دون تشرفنا بلقاء الإمام حتى في غيبته، الذنوب، الابتعاد عن الذنوب التي تكبل الإنسان وهي مانع حقيقي، وأن نغير ما بأنفسنا من موبقات، وأن نبتعد عن الأنا وعن الأبة، ونلجأ إلى التواضع والبشر فيما بيننا، نبتعد عن العنجهية ونطلب العلم ونلجأ إلى العبادات التي تقربنا من الإمام المهدي. سوف أقرأ قوله، يقول الإمام الشيخ المفيد، هذا ما تحدثنا عن الشيخ المفيد، يعتبر هو الرجل الدين الوحيد الذي شاهد والتقى الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. وهناك رسالتان تلقاهما الشيخ المفيد من الإمام المنتظر عليه السلام، ويقال بأن الإمام المهدي رفع الشيخ المفيد بعد وفاته. ويقول في هذا دليل عظمته ومنزلة الشيخ المفيد عند الله وعند الإمام، بأنه حتى أن المهدي عجل الله فرجه نعاه غب وفاته بقوله: لا صوت الناعي بفقدك، إنه يوم على آل الرسول عظيم. وهذه العظمة دعت المرجع آية الله المرعش النجفي إلى إطراء الشيخ المفيد والحديث عن عظمته ومدحه، وأشار إلى مناظرته مع علماء جميع الأديان إثباتا لعظمته. وهذا دليل على عظمة الشيخ المفيد، كونه الشخص الوحيد الذي استطاع أن يلتقي بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام.
إذن عبير الرحمة سادتي المشاهدين، وكما تفضل الدكتور نور الدين، هو مجموعة بحوث علمية مضافا إليها رسائل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، كما تتضمن أيضا مسؤولية المؤمن في عصر الغيبة، وهو كتاب صغير يقع في 92 صفحة من الحجم المتوسط، ما يجعل من السهل قراءته في وقت قصير لتحصيل الفائدة المرجوة، خاصة بأسلوبه العلمي الدقيق وطريقة عرض الرواية ومناقشتها وتحليلها والوصول إلى نتيجة حول صحة الرواية من عدمه. فماذا يقول الدكتور حسن جعفر نور الدين عن أسلوب هذا الكتاب؟ في نوع في الأسلوب هذا في ممكن نعتبره يتناسب مع الأسلوب العلمي والأسلوب التاريخي. الأسلوب العلمي من حيث أن السيد الشيرازي لا يأخذ الأمور إلا بعد أن يمحصها ويرق بها ويتناول ويميز بين الموضوعي وبين العلمي وبين غير العلمي وبين الموضوعي وبين الحقيقي، وهذا دليل على أسلوبه العلمي. الأسلوب التاريخي من حيث إشارته إلى المراحل التاريخية، الأسلوب كذلك الأسلوب الديني من خلال حديثه عن الإمام المنتظر، والاعتماده على الأدلة والبراهين التي تؤكد حجته ورأيه، وهذه سمة اتبعها سماحة السيد الشيرازي في معظم كتبه، لأنه يعتبر أن الدليل والبرهان هو حجة قاطعة يستند إليها في تقديم معلوماته إلى الجمهور وإلى الناس. كون أن هذه الكتب هي ليست فقط لطلبة العلم في الحوزات، وإنما هي للمجتمع بأسره كذلك، لأنها مفيدة ولكل المراحل الزمنية في الحاضر وفي المستقبل. ومن بين دفات هذا الكتاب القيم عبير الرحمة، اختار لنا الدكتور حسن جعفر نور الدين بعض الكلمات القيمة التي تثير الفكر. استرعى انتباهي مقطع أشار إليه السيد، وهو حديث الإمام المهدي المنتظر مع أصحابه ومع جماعته، يقول له وذكرت شيء من ذلك خلال الحديث عن الإمام المنتظر، يقول بأسلوب دمث ويدل على العلم الغزير في الردود على الملاحظات حول رسائله، قوله للذين معه، قول الإمام المنتظر للذين معه إلى الصفا، وذلك عندما بيعوه، ماذا قال لهم وخرجوا معه فنصحهم قائلا أنا معكم على ألا تولوا، تهربوا يعني، تتركوا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا محرما، ولا تأتوا بفاحشة، ولا تكنزوا ذهبا ولا فضة ولا تبرا ولا شعيرا، ولا تأكلوا مال اليتيم، ولا تشهدوا بغير ما تعلمون، ولا تحزب ولا تخربوا مسجدا، ولا تشربوا مسكرا، ولا تلبسوا الذهب ولا الحرير ولا الديباجة، ولا تبيعوا هاربا، ولا تسفكوا دما حراما، ولا تغدروا بمستأمن، ولا تبقوا على كافر ولا منافق، والبسوا الخشنة من الثياب، وتوسد التراب على الخدود، وجاهدوا في الله حق جهاده، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا فعلتم ذلك فعلي ألا أتخذ حاجبا ولا ألبس إلا كما تلبسون، ولا أركب إلا كما تركبون، وأرضى بالقليل، وأملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وأعبد الله في لكم وفي أعمالكم وتفون لي، قالوا رضينا واتبعناك على هذا، فيصافحهم رجلا رجلا. في الختام سادة المشاهدين، لا يسعنا إلا أن نرفع أيدينا بالدعاء
بدوام توفيق وسداد المرجع الديني الكبير السيد صادق الحسين الشيرازي على ما يتحمله من مسؤوليات وما يثري به عقولنا من مؤلفات. أيضا سادة المشاهدين، كل الشكر للدكتور حسن جعفر نور الدين على ما أفادنا به. لا تنسوا قراءة هذا الكتاب القيم لكي تعرفوا إمام زمانكم. على أمل أن نلتقي معكم في رحلة جديدة مع كتاب جديد. كل الشكر لكم سادة المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.